مصابي متلازمة داون، عفوية وإحساس إنساني عالي. هنا أحدهم يمسح دموع رجل يبكي بجواره. وآخر يتعاطف مع صديقه الذي لا يتكلم. أما الشاب خالد النودلي يتحدث مع والده المتوفى داخل المقبرة. إبا لي عند عيالي أمنية، اسم أمنية إبا، اسم أمنية أمنية، اسم أمنية إبا، دعي له إن شاء الله يجي، اسم ولدي محمد عليك إبا. يروي لأبيه وكأنه يسمعه: نحن بخير ووالدتي تسلم عليك. ويبشره أنه تزوج. دائما أبوي يحبنا كأبوي، أول حي الحرمه كد عنده دائما كانت حبنا وزوج بحمه مسي كذا بحمه مسي مقال وزبعلات يحضر كبله أبوي يسوي مكتب مع أبوي كد عنده عرته أبوي قبي أبو دعاءك يا أبوي دعاءك أمي مسي حبت. من توفى أبوه الله يغفر له قبل 7 سنين توفى، وهو يسوي أشعار له، ودايم يعني اعتقاده أن أبوه يسمع أي حاجة يسويه. هنا نقول ترى أبوك زعل، ترى أبوك مبسوط على أنك سويت هالشيء. متلازم الداون أو ما يسميهم البعض هدايا الرحمن، يسحرون قلوب من حولهم بمواقفهم البريئة، وباتوا جزءا فاعلا في المجتمع بالتعامل الحسن معهم وإحساسهم بالمسؤولية، كما يتعامل معلميهم في المعاهد التعليمية. متلازمة داون هم من الفئات اللي تمتلك مواهب ويجب على المعلم أنه يكتشفها، يعني رياضية وحسية ولديهم مشاعر، اللي خلينا نحبهم لأنهم هم فئة تختلف عن باقي الفئات. فئة داون بطبعهم رومانسيين وحنونين، فالتعامل معهم دائما يكون سهل. الموقف اللي شدني أنا بالنسبة لي، أنا عانيت من وعكة صحية، ولما جيت من غبت من المعهد تقريبا 2 أو 3 أسابيع، ولما جيت من دخلت للصالة الرياضية إذا بالطلاب كلهم يجون ويحضنوني، يعني هذا شيء يعني أثر فيني شوي. مشاهد عاطفية بامتياز تتكرر كلما صادفت أحد المصابين بمتلازمة داون، ليسبقك السلام ويصافحك بحب. أحمد الأثمان، MBC القصيم.